أغلب الولاد اللي شاركوا في حل حالة مشاكل ولا شبه مشاكل اللي كانت تعوق دون تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية لأسباب بيروقراطية وربما لأسباب كانت تتطلب اجتهاد في القانون الإداري وغيره. إذا مشكورين، وديك النتائج القرارات اللي خديتوها اللي خلات في ظرف وجيز، يعني في ظرف 3 شهور بالتقريب، ما يقارب 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة متوسطة وكبيرة، يعني فتحت وبدأت تمارس النشاط نتاعها وخلقت مناصب شغل ما يقارب 52 ألف منصب شغل في وقت اللي كان فيه تقهقر عالمي الاقتصاد العالمي، وكان فيه صعب حتى الصمود أمام الموجة اللي جات نتاع البطالة ونتاع